مساءكم بألف خير وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة الأخبار الرئيسية من قناة الوطنية. نبدأها بالعناوين، وقبل ذلك نعتذر عن هذا التأخير الغير مقصود. تعليق الحوار بين الأطراف السياسية بسبب الاختلاف حول سقفه الزمني. المجموعة الحضرية تطلق حملة تنظيف للعاصمة. المحكمة العليا تبطل دعوى خطر ولاجة ضد الاتحادية الموريتانية للرماية التقليدية. وفي النشرة أيضا تتابعون فنانات المعدن وتراتيل العشق في محراب سنيم. أهلا بكم إلى التفاصيل. قالت مصادر إخبارية مطلعة إن ممثلي الوفود السياسية المشاركة في الحوار بين الأغلبية والمعارضة قرروا تعليقه في انتظار العودة إلى مرجعياتهم السياسية بعدما تعذر الحسم في موضوع المهلة التي يتطلبها الحوار، وكان جو من الشك قد خيم على الجلسة الصباحية من جلسات الحوار، حيث طالب وفد المنتدى بأن تكون المدة الزمنية للجلسات هي 15 يوما حتى تتمكن الأطراف المشاركة من نقاش النقاط المهمة كوضعية المستقلة للانتخابات والمجلس الدستوري، إضافة إلى المدونة الانتخابية والسجل السكاني ومراعاة الظروف المناخية لإجراء الانتخابات في الصيف. بالنسبة للمعارضة مستحيل، فغالبية السكان منامون وتحديد يونيو كموعد للانتخابات غير مناسب، في حين يصر وفد من الأغلبية على أن تنتهي الجلسات قبل 21 من الشهر الجاري حتى تتمكن الحكومة من استدعاء هيئة الناخبين، وهي نقطة ما زالت تثير الخلاف بين الطرفين. ولمناقشة الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ محفوظ والبتاح رئيس حزب اللقاء الديمقراطي. أستاذ محفوظ أهلا وسهلا بكم. مرت الآن 24 ساعة على الحوار، ما هو الجديد لديكم؟ هل هناك مؤشرات على نجاح هذا الحوار؟ للأسف شديد، بداية أريد أن أشكر قناتكم الموقرة على الاستضافة. للأسف شديد الحوار كما ذكرتم الآن في نشرة تم تعليقه نظرا لغياب توافق الأطراف على الآجال المحددة لسير هذا الحوار ونهايته. نحن في منتدى الديمقراطية والوحدة بررنا مدة لا تقل عن 15 يوما للتعاطي مع هذا الحوار نظرا لأهميته ولخطورة القضايا التي يجب أن يبت فيها. أما الطرف الآخر فاختزل الأجال في 4 أيام أو 5. هذا هو الخلاف. نحن نريد نقاشا مستفيضا حقيقيا حول القضايا التي أسست وما زالت تؤسس الأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها البلاد. أما الطرف الآخر يبدو أنه يريد أن يستعجل الأمور وأن نمر مر الكرام على القضايا التي نعتبرها قضايا حيوية ومصيرية بالنسبة لشعبنا ووطننا. إذا أنتم ترون أن تمسك الطرف الآخر بأن تكون المدة 5 أيام أو 4 أيام من أجل أن لا يخوض الحوار في المواضيع الأساسية التي تهمكم، وأنتم تتمسكون بالمدة أن تكون 15 يوما، لماذا؟ من أجل ماذا؟ نحن نعتبر أن المحاور الأساسية التي يجب أن يأتي عليها الحوار وهي محاور أربعة: الإشراف السياسي، المؤسسات المشرفة على الانتخابات، السلطة وتداعياتها وقوتها وسلطانها على الإدارة وعلى المؤسسات الوطنية الأخرى كمثل الجيش، والجوانب الفنية لهذه الانتخابات يجب أن تأخذ حيزا من الوقت يكفي لتدارسها والخروج بحلول شافية تقنع الجميع بأن الانتخابات المرتقبة هي انتخابات ستكون شفافة ونزيهة وحرة. أما الطرف الآخر فهو أنه يلزم نفسه بأجال يحددها ب 21 إبريل الجاري. نحن نرى أن مصالح البلد ومستقبل وطننا وضرورة أن تطويع الحياة السياسية، كل هذا يستحق من الأطراف السياسية العناية الكافية، وكل هذا لا يمكن أن يؤتى عليه في 4 أيام أو 5 كما يطلب الطرف الآخر. طيب، يقال أن حزبكم من صقور المعارضة المعارضة أصلا للحوار، وليس لديكم ثقة بنظام عبد العزيز، ما صحة؟ لسنا من الصقور ولسنا معارضين للحوار، نحن دعاة الحوار، نحن ديمقراطيون، ولكن الطرف الآخر هو الذي لا يبدي ولا يعطي للحوار ما يستحق من الاهتمام.
المنطق القائم التي تقوم عليه السلطة هو منطق القوة. النظام الحالي جاء عن طريق انقلاب، نظام انتخابات لا يريد منها ولا يتوقع منها أبدا أن تكون وسيلة لإبعاده عن السلطة، ففاز بها تلك الانتخابات. هو يريد أن يعيد إنتاج العملية التي عشنا 2009. نحن نريد أن يرقى بلدنا إلى الديمقراطية الحقيقية، الديمقراطية الحقة التي تسمح بالتناوب السلمي على السلطة، تبنى فيها المؤسسات، تضمن حقوق المواطنين، تضمن المساواة لأبناء هذا الشعب، تتوفر على قضايا مستقلة ونزيهة، تتوفر على إدارة محايدة يرقى إليها ويلجو إليها كافة أبناء البلد بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية. طيب، خلافا لما هو موجود الآن، الإدارة الآن محل الزبونية السياسية. طيب اسمحوا لي طبعا من أجل الوقت، الطرف الآخر حتى الآن رفض تمديد هذه المهلة، في حال تواصل رفض تمديد هذه المهلة ماذا ستفعلون؟ نحن سنبقى على موقفنا، نريد حوارا جادا وحقيقيا، ونرجو أن يكون الطرف الآخر نرجو أن يبدي تفهما لخطورة الواقع السياسي الذي يعيش البلد، وأن يعطي لذلك الواقع فرصة لنتجاوزه جميعا، لنتجاوزه وطننا وبلدنا، كما قلت لتطبيع الأوضاع السياسية التي هي متأزمة منذ انقلاب 2008. طيب، هل يمكن أن تقبلوا بحل متوسط في هذه المسألة؟ نحن لا نرفض الحلول المتوسطة ولا الوسطى، نحن نريد الحلول التي تمكن من الخروج من الأزمة السياسية. إذا كان بالإمكان أن نصل إلى آجال متفق عليها، نحن ما زلنا مستعدون للحوار ولمتابعة النقاش حول القضايا الوطنية كاملة كلها بما في ذلك قضية الآجال، ولكن نريد أن يكون الطرف الآخر كما قلت جاد حقيقي، وليست مناورات، وليست كما حصل في الانتخابات الأخيرة البلدية والتشريعية. دعينا إلى حوار ثم عرض علينا فقط تأجيل الانتخابات مدة أسبوعين، كأن الأمر يتعلق بتأجيل الانتخابات مدة أسبوعين أو اثنين. القضية لا تتعلق بهذا، نحن لا نريد من الآجال إلا ما يضمن دراسة كافة الإشكالات المطروحة التي تبرر من خلال الأزمة السياسية التي نحن طيب اسمحوا لي سؤال أخير طبعا نظرا للوقت، في حال لم يتم الحوار هل سيؤثر هذا على الانتخابات المقبلة بالنسبة لحزبك الانتخابات الرئاسية؟ إذا لم يتم الحوار كترشح إذا لم نوفق الجميع لحلول الأزمة السياسية القائمة من خلال الحوار الذي بدأ بالأمس وعلق باليوم، فنحن نرى أن الوضع سيكون غير قابل سيكون وضع مقلقا نظرا لتفرد السلطة بالدولة وتفردها بالانتخابات. نحن نعول على شعبنا ليعبر بصفة واضحة وصريحة عن رفضه لهذه المقاربة التي قوامها النظام الفردي والنظام التسلطي، والتي لا تتيح فرصة للطيف السياسي ليعبر عن تطلعاته لشعبنا شعب موريتانيا. طيب، شكرا جزيلا لكم الأستاذ محفوظ والبتاح رئيس حزب اللقاء الديمقراطي، كنت ضيفا معنا في الاستوديو. أطلقت مجموعة نواكشوط الحضرية حملة للنظافة تشمل جميع مقاطعات العاصمة نواكشوط وتستمر مدة شهر كامل، وقالت المجموعة أن الحملة سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل، الأولى تشمل مقاطعات تفرغ زينة والميناء والسبخة، على أن تنطلق بعد ذلك المرحلة الثانية التي تشمل مقاطعات الأقصر ودار النعيم وتيارت، أما المرحلة الأخيرة فستشمل كل من مقاطعات عرفات والرياضة وتجولين. محمد دول محمد لمين حضر الحملة وعد التقرير التالي. في خطوة جديدة من أجل مظهر لائق ومدينة عصرية، حشدت مجموعة نواكشوط الحضرية جهودها وأحضرت سياراتها ورجالها من أجل مدينة نظيفة. تحت هذا الشعار انطلقت حملة النظافة هذه، والتي تشمل جميع مقاطعات العاصمة، والتي قسمت إلى ثلاث مجموعات، كل مجموعة تضم ثلاث مقاطعات. رئيسة المجموعة الحضرية هي من أعطى إشارة انطلاق هذه الحملة، مشددة على ضرورتها وصرامتها في قوانينها.
الغرض من العمليه هو ان شاء الله فيها بنقوموا بعمليه نظافه دقيقه لنواكشوطنا نصقلوه من الاوساخ ومن القمامه امام المساجد، امام المستشفيات، امام الشوارع العموميه والساحات العموميه، امام الثانويات والمدارس الابتدائيه، وفي كل مكان نجبره فيه. وشنه يسوى شنه نوع ذيك الاوساخ باذن الله. في الاماكن اللي كانت مكب للاوساخ بجميع انواع الاوساخ الصلبه والاغصان الشجر والحجر وغيرها من الاوساخ. هاي العمليه ايضا تشمل اخلاء المجال العمومي من الانشطه غير المرخصه. القائمون على هذه الحملة أكدوا على أنها تستهدف الأوساخ والحيوانات السائبة والسيارات المهجورة والتي توجد في الساحات العامة، لكون ذلك يتسبب في عرقلة وإعاقة حركة السير وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، موضحين أن الحملة من أجل الجميع وتشمل جميع أحياء العاصمة. هذه الحملة قائمة بها مجموعة نواكشوط الحضرية من اجل تنظيم وتنظيف المدينه، مدتها 30 يوم وتبدا من اليوم، وعباره عن 3 مراحل. المرحله الاولى مرحله تضم 3 مناطق من نواكشوط، معناها بلديات 3 نواكشوط اللي هي تفرق زينه والميناء والسبخه. المرحله الثانيه تضم نكسر وتيارت ودار النعيم. المرحلة الثالثة تضم توجونين وعرفات والرياض. وقد باشر عمال المجموعة الحضرية جمع الأوساخ وحمل النفايات بعد أن أعطت رئيسة المجموعة إشارة الانطلاق، وتدوم هذه الحملة شهرا كاملا موزعا بين مقاطعات العاصمة 9 بمعدل 10 أيام لكل 3 مقاطعات. رفضت المحكمة العليا بنواكشوط الدعوة التي كان قد تقدم بها خطر ولاجا الرئيس السابق للجمعية الموريتانية للرماية التقليدية ضد الاتحاد الموريتاني للرماية التقليدية. لمزيد من التفاصيل معنا في الاستوديو السيد محمدي والمحمد لمين، مسؤول الإعلام والعلاقات الخارجية في مكتب الاتحاد. السيد محمدي، ما هي ملابسات الدعوة التي تقدم بها ضد مكتبكم قريمكم خطر ولاجا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر قناتكم الموقرة على إتاحة هذه الفرصة. قبل 3 أسابيع تقدم مكتب الجمعية الموريتانية السابق بعريضة ادعى فيها حصول ضرر من خلال ممارسة مكتب الاتحاد لمهامه. وكعادة المحاكم في مثل هذه الحالات يتخذ القاضي إجراء استعجالي توخيا للحذر وتوخيا لحصول ضرر، واتخذ قرار بتوقيف نشاط مكتب الاتحاد. واليوم اجتمعت مشورة المحكمة الموقرة واطلعت على الأدلة بصفة متأنية، واتضح لها أنه إذا كان حصل ضرر فهذا الضرر حاصل على مكتب الاتحاد وعلى الأندية المنتمية إليه وعلى جمهوره بصفة عامة، وليس على مكتب الجمعية السابق الذي لم يعد يسير الأمور. واتخذت هذا القرار الموجود أمامي، وهو القرار رقم 17/2014، والقاضي برفض الطعن المقدم من طرف السيد خاطر وجدجا رئيس المكتب الجمعية السابق. طيب ما هو القانونية لبطلان الدعوة التي تقدم بها خطر؟ اطلعت المحكمة على الأدلة الواضحة والتي توضح بصفة واضحة الظروف التي تمت فيها الانتخابات، والظروف اللي واضح فيها انها كانت قانونية وشفافة وكانت بإشراف 3 وزارات وظروف معروفة وكانت في الملف، واتخذت المحكمة القرار المناسب. وعليه فإن ابتداء من اليوم عاد مكتب الاتحاد قانونيا وعمليا لممارسة نشاطاته، وهو الآن يستعد لتنظيم دورة وديان الخروب في 30 من هذا الشهر في مدينة الزويرات الجميلة. شكرا جزيلا لكم السيد محمدي والمحمد لمين، مسؤول الإعلام والعلاقات الخارجية في مكتب الاتحاد.
شكرا. حسب صحيفة أفريكا فاينانشال انتليجنس، من المقرر أن تعتمد سلطات موريتانيا قريبا قانونا جديدا خاصا يتعلق بالتنقيب عن المعادن، ويقوم القانون الجديد على حذف ضريبة القيمة المضافة فيما يخص التنقيب عن المواد والآلات المتعلقة بالمناجم، وسيتم تطبيق هذا القانون في صيغته الأولية على شركة كلينكور إكستراك العاملة في هذا المجال. يقوم جيفري لوتمان نائب الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالشؤون السياسية الأربعاء المقبل بزيارة لموريتانيا، يلتقي خلالها الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز بوصفه الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، وسيركز اللقاء على سبل تطوير العلاقات بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. يشكو صغار الموردين من فرض إدارة الضرائب لرسوم رقم التعرفة الضريبية، معتبرين أنه مشحف في حقهم، وقد استعانت إدارة الضرائب بالجمارك من أجل فرض واجبية الرسوم المذكورة. تقرير يوضح الموضوع. ميناء نواكشوط المستقل المعروف بميناء الصداقة يعتبر البوابة الرئيسية للاقتصاد الوطني والشريان المغذي للسوق الموريتانية، وهو ما تشهد عليه السفن الراسية على رصيفه والشاحنات التي تدخله ذهابا وإيابا. إلا أن ميناء الصداقة يشهد هذه الأيام أزمة بفعل فرض رسوم رقم التعرفة الضريبية، والذي يبلغ 600 ألف أوقية، وبموجبه يتحتم على جميع التجار المستوردين أن يحددوا كميات الحاويات التي يستوردونها، وفي حالة عدم دفع رسوم رقم التعرفة يغرم المورد بدفع غرامة على كل حاوية حسب سعة الحاوية. صغار الموردين اعتبروا فرض الضريبة نوعا من الإجحاف في حقهم، وإن كان البعض من المختصين يرون أن الإجحاف في طريقة التنفيذ وليس في فرض الضريبة في حد ذاتها. الضريبة باختصار شديد هي ضريبة عادلة، يقد يعود الطريقة اللي طبقت بها ما فهم إنذار سابق للتجار، مما أدى أن التجارة تصورت على أن هذه الضريبة غير عادلة. لذلك أنا نختار نقول عن القانون الموريتاني وفرض هذه الضريبة في صالحنا نحن كاملين، في صالح موريتانيا أولا، لأننا دولة اقتصادها ناشئ محتاجة للضرائب. الضرائب يلا الناس تتعود وتعرف عنهم شيء أساسي في قيام الاقتصاد. إدارة الضرائب استعانت بالجمارك للمساعدة في فرض وجباية رسوم الرقم الضريبي، وإن كان القانون يخول للمتضرر الاستعانة بالهيئات القضائية من أجل وقف أي غرامة قد يعتبرها المورد مجحفة، وإلى أن يصدر القضاء حكمه أو يجد صغار الموردين تسوية مع المصالح الإدارية المختصة، تبقى السياسة الضريبية تحتاج لأكثر من مراجعة. محمد سالك الداهي، الوطنية. يلاحظ المتابع لحركة السيارات في نواكشوط ظهور عدد كبير من السيارات التي لا تحمل أرقاما أو تحمل أرقاما لا تنتمي إلى فترة إصدار السيارة. قصة لوحات السيارات في سياق التقرير التالي. ما إن تدير ناظريك في شوارع العاصمة نواكشوط المزدحمة بالسيارات حتى تلاحظ تفاوتا في العناية بلوحات السيارات، تفاوت يصل بعض الأحايين حد نزع اللوحات أو وضع ترقيم يحيل على الولاية أو آخر لأغراض تجارية بحتة. مثل هذه الظاهرة الغريبة والتي لممارسيها دوافعهم المشروعة في نظرهم، حيث يتذرع بعضهم بالجهوية أو بعامل نفسي متمثل في انتفاء صفة الحداثة عن صاحب السيارة. عادة الناس تتعدى نوع من التحايل، تقبض أرقام قاع أجنبية تخليهم على السيارة وتعود هي مجمركة وتعود مراقمة هذا النوع اللي هو السايد، وعوامل الله والعوامل يتلاقى سنتين واحدة يتحايلوا عليه، نتحايلوا احنا أنا لا من ضمنهم، نتحايلوا على الزبون إياك إنه يشري إياك الوقت نقول إنه جاي أمس والله جاي الأسبوع الماضي. بيد أن بعض المواطنين يرى أن السبب في وجود مثل هذه الظاهرة عائد إلى انتشار روح الجهوية في صفوف بعض من المواطنين. حسب الترقيم اللي تسولوا عنه، الترقيم خالق اللي حسب الجهوية، حسب الولاية اللي ينتمى لها، كل حد الولاية اللي ينتمى لها يختار رقم عليها، ويجي قاع بعض الزبناء اللي يقول لك رقم لي على الولاية الفلانية يعود هو لا.
آخرون رأوا فيها أبعد من الدوافع الجهوية أو السيكولوجية، إذ ينسبونها إلى حملة غير معلنة لتأييد الجالس في سدة الحكم عبر وضع رقم الولاية التي ينحدر منها. لاحظ حد عن من ينتج رئيس مثلا من جهة ولاية معينة على أن تقوم الناس تسارع في ترقيم الولايات، نتيجة أولا من جهة على أن الأرقام نواكشوط دائما أرقام هذا ما هي سريعة تغير، وبالتالي عادوا يخطروا أرقام الولايات. الجهات الإدارية حين سألناها لم تستطع الرد على سؤالنا حول الظاهرة تلك، معللة عدم الحديث عنها بأن ليس لها الحق في الكلام ما لم يتم إعازها به من طرف الوزارة الوصية. في شمال الموريتاني وتحديدا في مدينة زويرات المعدنية، هنالك فرقة فنية تشدو بخيرات هذه الأرض وتشيد بما يوفره معدنها المعطاء من عيش كريم للإنسان. فنانة المعدن في تقرير أحمد بدي. سلسلة جبال تير الزمور، الضرع الحليب الذي يغذي بدره موريتانيا بما تجود به أرضها من معادن ثمينة، خصوصا معدن الحديد الذي هو عصب حياة هذه الأرض. هضاب مدينة زويرات المنجمية حيث تعانق الصحراء مناجم المعدن الملتهبة، تحولت بفعل الزمن إلى ملهمة لأدباء وشعراء تير الزمور، بل إن بعضهم تحدثوا عنها قبل اكتشاف الثروة المعدنية. مجموعة من تير الزمور، أبناء وبنات تير الزمور، هؤلاء ما هو عار إلى تاوي عاد هذا التوجيه ظاهر فيهم جديد، هو توجيه عن بنجة قلت تعود كانت تسمع فيها ياسم الكلام اللاقي وأمور خالية، خطروا يعمروها بشي تراث شي ثابت شي أصيل وعنده فايدة على الشعب الموريتاني، وهو المعادن اللي هما أبناء المعادن، هما من أنفسهم أبناء المعادن. وقد نقول لك عن في الماضي سابق تكتشف المعادن، فم حد قال باتت عيني مارقات بالدمعة وكثر تخمامي بين العوش المهودات وقمور الحمامي. هذا الرجل التيريسي ما يعرف عنها هي إكناز موريتانيا وهي مستقبلها الصبح. الفن هو الآخر طوى على يتماهى مع المشهد المعدني في الزويرات. هؤلاء الفنانات يروحن عن نفوسهن وعن نفوس ساكنة هذه البطاح بأهازيج تمجد خيرات الأرض وثرواتها، وتسجل في تراتيلها شبه الصوفية تاريخ وأمجاد هذه الهضاب. شركة سنين هي المعشوقة التي يقف هؤلاء على أطلالها فيبكين ويستبكين، أو هي المعبد الذي يتبتلن في محرابه. اللي واحد فيها لا شيء، يعني شركة سنيم هذه المهودة وقلب القين وتصاديت والمعادن كاملين والنشيب اللي متبارك مع القهر، ما قطرينا حد يعاوننا فيه ولا قطرينا حد يعيننا فيه، ونحن ما نقابلين ونتسول لنا قابلين ونفسدوا لنا قابلين نخلوه يفسد بين يدينا بين اللي احنا خلايقهون ولاحقين ذا القد، وهو اللي عايشين منه وهو اللي مستفادين منه والعايشة منه لما كاملة تير الزمور كاملة وموريتان كاملة بأسرها، ولا نقابلين نتركوه. فخور بهاي الفرقة اللي حاولت عنها تدخل هذا الأداء الجديد اللي عنده فايدة، يقال يالت الولايات كاملة اللي في موريتان يشكروا هاي الفرقة ويتابوا مع أنواعها من الفرق اللي يقلع اللاقي من الكلام ويدير بلو المهم، وهو الفخر بالمعادن، الفخر بالسبتة، الفخر بالأمور اللي موجودة وهي تراث موريتانيا اليوماتي. وهم فيه عندي عنهم قبلوا التوجيه قبلوه من مجموعة موجودة في ولاية تير الزمور من مثقفين ولاية تير الزمور من شعراءها ومن أدباءها اللي قال لهم هذه بنجة الكلام اللاقي فيها اللي نديروه بلوا الكلام الخلاو لكم أباكم، معدننا الحديد قالي به المعدن زين، معدن تصاديد قالي وغلى قلب القين الشقالة لا تملوا. هنا الكثير من الكلام اللي نقال على ولاية تير الزمور في ذاك الماضي، وأنا يذكرني بالشباب خايف قاعدة نعقب نقلني هناك. فنانات المعدن هكذا يعرفن في زويرات، كان الأمر أشبه بتعاويذة تدر تزاديت وقلب الغين خيراتهما على واقع أنقامها الشجية. الفرقة غادت ظاهرة تبعث على التأمل حين يكون الحديد الصلد ذو البأس الشديد ومنافع الناس موجبا رومانسيا تهفو له القلوب الشفافة.
أحمد بدي، الوطنية، زويرات، شمالي موريتانيا. بهذا التقرير نأتي إلى ختام هذه النشرة. مشاهدينا الكرام، نعود لنذكركم بأبرز ما شاهدتم فيها من أنباء. تعليق الحوار بين الأطراف السياسية بسبب الاختلاف حول سقفه الزمني. المجموعة الحضرية تطلق حملة تنظيف للعاصمة. المحكمة العليا تبطل دعوى خطر ولاجة ضد الاتحاد الموريتاني للرمايات التقليدية. وفي النشرة أيضا تابعتم فنانة المعدن وتراتيل العشق في محراب سنيمة. ختاما مشاهدينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة وندعوكم للتواصل معنا أكثر عبر البريد الإلكتروني info@alwatania.mr. في أمان الله.